الرباني ونعيش في النور الرباني. الحمد لله رب العالمين، سبحانك يا ربنا علمت بالقلم القرون الأولى فأخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، فأرسلت موسى الكليم بالتوراة هاديا ومبشرا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع الحنان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. ونصلي ونسلم على خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهذه الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنحن كما تعودنا معكم في هذا البرنامج بنحاول أن نحن نتعاون جميعا على البر والتقوى، ونذكر بعضنا بعضا بفضل الإنفاق في سبيل الله تعالى، وفضل هذه الطاعة التي تقربنا من الله عز وجل، والتي تجعلنا دائما في عناية الله سبحانه وتعالى، وتحفظنا من مصارع السوء. فنحن من خلال هذا البرنامج بنقدم حالات إنسانية بتحتاج مننا جميعا أن نقف معها وأن نساعدها وأن نتعاون على علاجها وشفائها مما تعانيه من الأمراض، وبنقدم هذه الحالات، ثم بنحاول فيما بعد ذلك أننا نتابع هذه الحالات ونرى ماذا قدمتم أنتم لها وليس نحن، فأنتم من تقدمون هذه المعونات وهذه التبرعات لكي تساعدوا بها هؤلاء الفقراء والمحتاجين. فنحن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنقدم ثلاث نماذج. النموذج الأول هو لحالة كنا قد قدمناها قبل ذلك، وإن كان يعني كنا قد قدمناها قبل ذلك. هذه الحالة الحمد لله تعالى كانت بتحتاج إلى جلسات علاج طبيعي، وكانت بتحتاج إلى كشف أدوية وخلاف ذلك، وكان بعض العلماء يعني بعض الدكاترة قالوا لها إن هي محتاجة عملية، ولكن لما كشفنا عند دكاترة أكثر تخصصا فقالوا إنها محتاجة فترة علاج أولا قبل أن يعني نقيم هذه العملية. هنشوف مع بعض دلوقتي أول تقرير عن حالة أشرف ونرجع لحضراتكم تاني إن شاء الله تعالى. النهارده معانا حالة أشرف عزمي عبد المنعم السيد، عمره 14 سنة وهو في الحقيقة محتاج عملية على ظهره ومحتاج علاج طبيعي بعد العملية. معانا زي ما انتم حضراتكم شايفين أشرف قاعد قدامكم زي ما حضراتكم شايفين. المصطفى الرسول ده أشرف دلوقتي اتولد سنة 2000 ونزل بعد ثالث يوم جات له الصفر، وديناه للدكتور أخصائي اسمه حسن حلمي. طبعا وديناه الصبح، الحالة دي حصلت بحوالي الساعة 12 بالليل، وديناه الصبح قال لي أنا ما أقدرش أشوف العلاج عشان ده جاله حاجة اسمها الصفرة وتوخرت عليه لمدة ساعات. طب اديله شوية علاج يا دكتور؟ قال لا أنا ما أقدرش أديله ولا شوية تراب غيره. طب قال موقف؟ قال الموقف يروح المستشفى العام. وديناه المستشفى العام كانت حاجة اسمها حضانة. يعني بداية كانت إن هو اتولد بعد ما اتولد ثلاث أيام كان عنده صفرة. بعد ثلاث أيام جاب حاجة اسمها الصفرة. طب والدكتور يعني إيه السبب؟ يعني الدكتور قال لك إن السبب الصفرة هي اللي وصلته للحالة اللي هو فيها دلوقتي؟ الصفرة أصل أخرنا عليه لمدة ساعات، يعني حوالي عن خمس ست ساعات. قال لي لو أثناء ما حصلته على طول أو سمحته بعيط على طول كنت جبته لي. كنا لحقناه قبل ما الصفرة تلوث الدم بتاعه. يعني حوالي خمس ست ساعات اخرنا عليه خمس ست ساعات، حصلت الساعة 12 بالليل مش احنا الساعة 6 الصبح او 7 صباحا، علشان من قلة العربيات ومن قلة المواصلات وما كناش نفكر ان الحاجة دي هتجيلي. فوديناه لحسن حلمي قال ده عنده حاجة اسمها الصفر وما اقدرش اشوف العلاج علشان ده هتعمل عنده اتلاف عصبي ومخ واعصاب. ففعلا وديناه برضه على وصلنا المستشفى العام كان حوالي الساعة 2 بعد الظهر، فبرضه اثرت عليه شويه. اثناء ما وديناه هناك حجزوه في الحضانه وقالوا عايزين تحليل، واحنا حللنا له وجينا قالوا عايز دم. بعد ما جبنا له الدم ما عرفناش نجيب له دم لتاني يوم، على ما جبنا له الدم حللنا له تاني واعطوا له الدم.
قعد في الحضانة حوالي 31 يوم. ال 31 يوم ده بعد ما طلع من الحضانة قالوا كده خلاص، طلع من الحضانة ما عرفناش يستقر برضه في البيت. كل شوية الولد ما فيش غير عياط، غير عياط والتعب. نوديه لمستشفى أخصائي يدينا علاج، نوديه لدكتور تبع المستشفى العام يدينا علاج، نوديه لدكتور تاني أخصائي. في نهاية الأمر حولناه على بوريش، أبو ريش حولناه على التأمين الصحي في الفيوم، التأمين الصحي أعطانا علاج. قالوا ده هي ظروف العلاج لمده 5 سنين. طبعا وديناها الثاني برضه ما استكرش على العلاج، وديناها المستشفى بتاع امبابه، وديناها المستشفى شهر الاطفال، وديناها المستشفى ابو ريش ثاني، وديناها المستشفى ثاني في المعادي. يعني ما خلناش، اللي بالفلوس بالفلوس واللي تبع الحكومه تبع الحكومه. يعني الدكتور قال لكم مثلا هو عنده ايه مثلا او في الاخر خالص الدكتور استشاري تبع القوات المسلحه كان جاي في لجنه طبيه في الحموري قال ده عاوز عمليه على الظهر علشان رجليه ده عنده فقرات زي ما تقول مكسله، فقرات تعبانه، فقرات عايز يعتبر زرع فقرات، الله اعلم، هم اعلم بذلك الدكاتره. طبعا احنا ما معناش حاجه انه نجري بقى الجري ده كله، لا المرتب مقضي والعيال في المدرسه والوليه عيانه بجري عليها. وانت شغال ايه اصلا يا عم عادل؟ انا شغال تبع الاوقاف، والاوقاف النهارده ده طبعا ما بتديش الا حوالي 300 جنيه 350 جنيه، لا هي قاضة ولا مسية ولا سادة ولا مضية، لا مصاريف ولا عيانين ولا مصاريف مدرسة، طب أجيب منها؟ أضل ولا حكمة؟ يعني أنت بتقول الدكتور قال محتاج من عملية على عايز عملية على الظهر، وبعد العملية ده الدكتور اللي هيعمل له عملية حدد له علاج طبيعي. محتاج علاج طبيعي. أيوه الدكتور يحدد له إذا كان 20 جلسة 30 جلسة 40 جلسة الله أعلم بيها. على حسب الدكتور ما يشخص له العلاج الطبيعي. يعني يا عم عزمي اشرف كده محتاج عمليه على ظهره ومحتاج علاج طبيعي. ايوه. طب انت مش قادر ما معكش فلوس تدفع حق حساب العمليه او ان انت تعمل له عمليه والله او تعمل له علاج طبيعي؟ والله لو معايا فلوس لا كنت قعدت لحد وقت عليه ولا كنت استند على لحد التاريخ نهزه الدغري. علشان انا عاوزه يجري مع العيال اللي بره وعاوز يمشي على رجليه، وانا ولا امه هنعيش له طول العمر كله، وانا خايف يبقى عوله لاخواته. عاوله لاخواته ومحدش هينفع ومحدش النهارده بينفع حد. ادي اللي بجري اللي بدور عليه. انا لو عندي ما يخليه لتاريخنا الدرجه دي اني قاعد نفس القعده دي. ازيك يا اشرف؟ عامل ايه يا اشرف؟ عامل ايه يا اشرف؟ كويس؟ عايز تقول للمشاهدين يا اشرف؟ عايز يا اشرف؟ عايز اعمل عمليه. علي صوتك قوي للمشاهدين. عايز اعمل عمليه يا اخي. وعاوز ايه تاني يا اشرف؟ نزل مع اصحابه بره. على صوتك يا اشرف، محتاج ايه يا اشرف تاني؟ عايز عمليه. عايز عمليه. ونفسك في ايه تاني؟ نفسي ابقى اخف واضرب مع اصحابي بره. نفسك في اصحابي بره. اعزائي المشاهدين زي ما انتم شايفين حاله اشرف الحقيقه قدامكم حاله سيئه للغايه. اشرف محتاج ان هو نفسه يمشي زيه زي اي اطفال تانيه، او اي نفسه ان هو يمشي المدرسه، نفسه ان هو يخف، نفسه يمشي يلعب في الشارع، نفسه في حاجات كتير قوي. عايز تقول ايه يا عم ازمي؟ عايز اقول للمشاهدين متشكرين جدا، وربنا يجعلكم في الخير على طول، ويجعلكم فاعلين خير، ويجعلكم سبحان الله وتعالى يطولنا في عمركم. وانا عاوز العيل ده من عند الله وبركه ربنا ان يمشي على رجليه ويروح المدرسه ويصلي في المسجد ويفعل الخيرات كلها. انا بضم الحقيقه صوت لصوت عم عزمي، وبناشد المشاهدين في مصر وفي خارج مصر في جميع انحاء العالم ان هم يقفوا بحاله اشرف اللي قدامهم دلوقتي. اشرف زي ما انتم شايفين، يعني لو الكاميرا جت معايا زي ما انتم شايفين حالته يعني باينه لكل اي حد شايفها، مش محتاجه ان احنا نفسر رجليه زي ما انتم شايفين حضراتكم. رجليه وايديه كله يعني كل حاجه واضحه قدام الساده المشاهدين زي ما انتم شايفين. احنا نشكر جمعية الضياء ونتشرف بها جميعا علشان وفرت علينا حاجات كتيرة، ونشكرها جميعا على حسب بان كشفنا عندهم ووفروا علينا علاج ووفروا عملنا اشعة ووفروا العلاج الطبيعي وعملوا معانا الخير وزيادة شوية، ونشكرهم وربنا يكثر من امثالهم وربنا يزيدهم من نعيم الله ويجعلهم مستورين دنيا واخرة يا رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في العمل الصالح وفي العمل الطيب
ويكثر من امثالهم على حسب وفروا علينا حاجات كثيره لهذه المريض وورونا طريق ما كناش نعرف نمشيه لا بشرق ولا مغرب، وفتحوا لنا باب لعلاج المريض وكشف الاشعه للمريض وعلاج للمريض وعلاج طبيعي للمريض، وعملوا معانا الخير وربنا سبحان الله وتعالى يكثر من امثالهم ووفر علينا حاجات كثيره، والله والله هو المستعان، وربنا سبحان الله وتعالى يزيدهم من نعيم الله اكثر واكثر ويكثر من امثالهم ويعاون في ارجالهم ويخلي نسائهم واطفالهم، وربنا يزيدهم كمان وكمان وكمان، وشكرا. الشكر يا ابو اشرف. يعني انت الحمد لله حاسس ان اشرف دلوقتي الحمد لله احسن بعد لا كتير ياخد علاج كتير والحمد لله كتير احسن 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 كتير والله الله. وبعد كده احنا دلوقتي ما كناش عارفين لا نشرق ولا نغرب، وهم ورونا طريق نمشي فيه ورونا علاج للمريض وعملوا الاشعه للمريض ووفروا علاج طبيعي للمريض، ويعني بصراحه ربنا احنا نتشرف بيهم ونشكرهم كثيرا كثيرا كثيرا. احنا بصراحه نفسنا ان احنا نشوف اشرف ان شاء الله يعني كده زي ما انت عايزه احسن كده ان شاء الله باذن الله تعالى. ويعني احنا لو كان في اي اجراءات تانية كان محتاجها اشرف احنا كنا مستعدين ان احنا نعملها، بس زي ما حضرتك طبعا عرفت ولو الدكاتره قال لك ان هو بالنسبه لموضوع العمليه هو يعني العمليه مش محتاجها دلوقتي، لازم يعمل فتره علاج طبيعي الاول قبل العمليه وكده. فاحنا طبعا ايه يعني احنا ان شاء الله برده احنا مكملين معاك ان شاء الله باذن الله، واي حاجه هيحتاجها اشرف ان شاء الله باذن الله حنحاول ان احنا نوفرها له ان شاء الله تعالى. والله انا كنت عاوز يعني انا اللي كان في ذهني في الحاله الاولاني الناس قالوا لي الدكاتره اللي قبل كده قالوا لي عمليه، بس احنا ما كشفنا الاشعه طمنوني وريحوني وريحوا نفسي وقالوا لي مش محتاج عمليه ده من غير الا عاوز علاج طبيعي، وعطوني علاج وكشفوا لي عليها اشعه وفرحوني اكثر واكثر واكثر واكثر، وفروا عليا حاجات كثيره من التعب والجري، وبصراحه ربنا وروني باب امشي عليه، ومشكرين جدا مشكرين جدا ومشكرين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم شفتوا دي كانت حالة أشرف عزمي. أشرف عزمي كان بعض الدكاترة قالوا له طبعا كان من غير أشعة، كان قايل له ان هو محتاج عملية، بس لما احنا رحنا للدكاترة يعني أكثر تخصصا وكده قالوا لا لازم نعمل أشعة الأول. بعد ما عملنا الأشعة اتضح ان هو محتاج يعني فترة طويلة جدا من العلاج الطبيعي الأول، وبعد كده يشوفوا هل في داعي للعملية ولا لا. زي ما حضراتكم شفتوا احنا بنبقى سعداء جدا 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 لما ان انتوا بتساعدوا معانا في علاج حالة احنا مش قادرين ان احنا نساعدها او نعالجها، ويعني كفاية الدعوات الكتير قوي اللي بيدعيها ابو اشرف وام اشرف عشان خاطر ان انتوا ساعدتوه في علاج الحالة وفي علاج ابنه. فده يعني حاجة يعني لا يساويها أي مال في الحقيقة. هذه يعني هذا الدعاء الصادق من أب كان مكلوم في ابنه، ومن أم كانت حزينة على ابنها ودلوقتي الحمد لله شايفة ابنها بيتحسن قدامها. صحيح هو لسه ما وصلش للمرحلة اللي هم عايزينه يعني ان هو يمشي وان هو يلعب وان هو يجري، لكن بيتحسن وهم حاسين بالتحسن ده. فمجرد ان هم بدأوا يشعروا ويحسوا ان في تحسن بيدعوا بشدة وبيدعوا كتير جدا لكل واحد ساهم ولو بجنيه واحد في علاجه. واحنا ده اللي احنا بنتمناه جميعا ان احنا نتكافل ونتعاون جميعا على البر والتقوى. وحقيقي الصدقة مش بس بتنفع اللي انت بتديها له، ده بتنفعك انت اكتر، لان الصدقة بتقع في يد الله سبحانه وتعالى قبل ان تقع في يد المحتاج. ويعني زي ما احنا بنقول دايما ان يعني الله سبحانه وتعالى حثنا على التصدق في مواطن عديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان، فهي فعلا دليل على ايمان العبد المؤمن هي الصدقة. ايضا الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
ف يعني ده طريق البر وطريق الإحسان وطريق الطاعات إلى الله عز وجل، هو الإنفاق في سبيل الله تعالى. فإحنا مش عايزين نبخل على أنفسنا قبل أن نكون نبخل على المحتاجين بهذا. وزي ما إحنا ذكرنا برضو قبل كده في حلقة سابقة إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فإذا كنت أنت عايز ربنا يعني يختم لك بخاتمة حسنة، وإن ربنا يقيك من شرور الناس ومن يعني شرور الخلق، فيجب عليك إن أنت تتصدق. ومش لازم الغني بس هو اللي يتصدق، لا، ده لو كل واحد مننا ساهم ولو بجنيه واحد في علاج الحالات المريضة ديت، هيكون يعني ده جزاء كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني في حديث في معناه ان من يتبرع بشق تمره بيربيها الله عنده ويزيدها عنده حتى تصبح مثل جبل احد، كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني ربنا بيزيد في الصدقات حتى تكون مثل جبل احد. والله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فانت لو انفقت جنيه واحد ربنا هيضاعفه الى 700 ضعف، ويعني الى اكثر من ذلك الى ان يشاء الله. فده طبعا خير عظيم جدا جدا لا يقدره قدره الا من امن بالله سبحانه وتعالى وتيقن بموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا شفنا حالة اشرف الحمد لله بعد ما بدأت تتماثل للشفاء مع العلاج. هنشوف دلوقتي حالة برضو محتاجة ان احنا نعمل لها الاجراءات ديت وقد تحتاج الى عملية. هنشوف الحالة دهيت مع بعض دلوقتي، وهي حالة محمد، هنشوفها ونرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المشكلة محمد، أولا محمد اتولد عنده حاجة في ظهره العمود الفقري، ودينا للدكتور، الدكتور قال حولنا على مستشفى بالريش. رحنا مستشفى بالريش، طبعا عالجت الجرح وخرجونا. رجعنا ثالث مفيش نتيجه خالص. طب مش الجرح كان اتعالج؟ الجرح اتعالج، لكن بقى عامل معاه اثر على المشي، ما يمشيش خالص. يعني تقصد كان في جرح في ظهره وبعدين اثر على العمود؟ طبعا حاجه كده اثر على النخاع الشوكي والعمود الفقري. طبعا اثر على المشي خالص، ما بيمشيش. ورجعنا بتاني على الدكتور، الدكتور قد عنده ده عاوز ظرف اخراج. هو دلوقتي لا بيتحكم الا في البول ولا في الغائط خالص، ما بيتحكمش الا في البول ولا في البرق. لا دي ولا دي. وبعدين قد راح قدام الدكتور اخر حاجه، الدكتور قال عاوز زرع فقرات. زرع فقرات، زرع فقرات في الظهر. في الظهر. طيب عشان الفقرات، عشان الفقرات دي عندها فيها ضمور يعني، او مشكله يعني مدمر. قال ان هو عنده فقر الراجع دي منتهي، وعاوز زرع فقرات في ظهره. طيب. بس فانا طبعا والله ما قدرنا، يعني جت زي الفقرات ما قدرناش والله على العمليه. طب هو حضرتك شغال ايه طيب؟ ما فيش لا في مدرسه ولا في. لا انت حضرتك شغال ايه؟ مش حضرتك فلاح. انا فلاح. حضرتك فلاح يعني؟ فلاح. عندك ارض يعني؟ انا بقى ارزاقي لعلم ربنا. يعني انت بتفلح في ارض غيرك يعني؟ مش لك يعني انت مفيش دخل يسمح لك ان انت تعالج ابنك او ان انت؟ لا والله، والله لو عندي دخل يعالج ابني لا عليك. طب يعني هو دلوقتي محتاج العمليه دي بس ولا محتاج حاجه تانية غير العمليه؟ لا عنده عمليه في المسام، مسالك البوليه برضه الدكتور حدد معاه قال ان عنده عمليه في المسام جراحيه. ده خلاف زرع الفقرات. خلاف زرع الفقرات. يعني هو محتاج عمليه في المثانه؟ محتاج زرع فقرات عشان يقدر يتحكم في البول يعني؟ ايوه. يعني هو عنده عاوز زرع فقرات وعنده عمليه في المسام. طيب محتاج مثلا حاجه ثانيه؟ محتاج علاج طبيعي مثلا؟ محتاج ادويه؟ ياخد ادويه؟ والله هو كان بياخد، لكن فضلنا لحد ما دكتورنا كنا عاملين قرار على الدوله وقرار خالص ما اعطيناش بقى علاج ثاني. يعني هو ما يجرحش يعني. هو انت وقفت العلاج
مش عشان هو مش محتاج، لكن عشان انت مش قادر تجيبه اصلا. والله ما قادر اجيبه، علاج ما قادر اجيبه. طب انت ما حاولتش تجدد العلاج على فئه الدوله؟ جددناه مره واحده وبعد كده قالوا خلاص ده، قالوا ما دام ملوش تامين خلاص، ملوش تامين صحه خلاص انتهى القرار بتاعه. اه يعني القرار اتعمل مره واحده، يعني اتعمل مره واحده وجينا حاول نحاول نجدد القرار، قالوا ده هو ده تامين بتاع صوت، ما دام مش المدرسه التامين بتاع صوت. اه يعني هو كان متعمل له قرار على اساس ان هو ايه ليه تامين في المدرسه. ليه تامين في المدرسه؟ طبعا ما بمشيش المدرسه، ما اقدرش يمشي. عشان انا مكلف اوديه واجيبه، يعني صعب عليا شويه اوديه المدرسه واجيبه، يبقى انا كده ما عشان المدرسه بعيده يعني؟ بعيده، يبقى انا مش هجيب حاجه للانتاج لاولادي اللي في البيت. اه يعني كان تكلفه المواصلات هتخليك ما تعرفش تاكل ولا لا. هو ليه كم اخ طيب؟ له اربعه. ليه اربعه؟ بنات، معظمهم بنات يعني في التعليم. ربنا يخليهم لك يا رب. لكن هو اللي تعبان يعني. هو ده اتعب عيل عندي من الله من يوم اتولد. طيب انت تحب تقول ايه للناس قبل يعني احنا اللي احنا عرفناه منك دلوقتي ان هو محتاج عمليه في المثانه، محتاج عمليه في زرع فقرات في الظهر، ومحتاج علاج طبيعي. ايوه طبعا محتاج علاج طبيعي، ومحتاج كمان الادويه اللي هو كان بياخدها وانتوا وقفتوها عشان مش قادرين انكم مش قادرين على العلاج. الله. طيب انت تقول ايه للناس؟ يعني عايزينك توجه كلمه للناس كده. اقول للناس كل المشاهدين ويسمع ويشوف محمد، لو يساعده حتى لو بجنيه هتقول له جزاك الله بكل خير ومشكرين. كل من ساهم محمد بجنيه واحد له 1000 شكر. عايز اشوفه يخش الحمام ويصلي واشوفه يلعب في الشارع زي الاطفال. كل انسان مع محمد بجنيه واحد له 1000 شكر وجزاه كل خير. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. زي ما حضراتكم شفتم دي كانت حالة محمد. محمد بيعاني في الحقيقة من مشاكل كتيرة. هو من أول ما اتولد كان حصل له مشكلة في ظهره أو حصل له جرح في ظهره، وبعد كده ده تطور إن هو بقى فيه مشكلة في فقرات الظهر أو ضمور في فقرات الظهر. في النهاية يعني الدكاترة قالوا له إن هو محتاج عملية زرع فقرات. واضح كمان إن في مشكلة عنده في المثانة أو المسالك البولية، وما بيقدرش يتحكم لا في البول ولا في البراز، وبالتالي هو محتاج عملية في المسالك البولية، ومحتاج طبعا علاج طبيعي، ومحتاج أدوية. هم في الحقيقة كانوا بيحاولوا ان هم يعالجوه على نفقة الدولة، لان والده زي ما حضراتكم شفتوا راجل فلاح بسيط، ما هوش موظف، ما عندوش ارض ولا حاجة، هو بيشتغل يعني بيفلح في ارض الناس وكده. ودي طبعا شغل مواسم، يعني مش بيشتغل طول السنة، لان الفلاحين عارفين ان في بيبقى في مواسم للزراعة، وبالتالي بيبقى في مواسم للشغل في الزراعة ديت، مش طول السنة وكل الايام بيبقى في شغل. يعني احيانا بيجي شغل مثلا لمدة 10 ايام شهر، ممكن يقعد 10 ايام شهر ما يبقاش فيه شغل. دي طبيعة الفلاحة للناس الفلاحين، عارفين كده كويس. النقطة الثانية ان هو كمان مش محمد بس لوحده، ده هو عنده 4 اخوات تانيين، معظمهم في التعليم وبنات وكده، فهو مش قادر طبعا ان هو يعمل حاجة لمحمد، مش قادر ان هو لا يجيب له علاج ولا ان هو يجيب له ادوية ولا ان هو حتى يوديه عند دكتور كويس يكشف عليه. فهو في الحقيقة حالة صعبة جدا جدا، واحنا متأثرين بها جدا في الحقيقة. لكن احنا بنتمنى من كل الناس اللي شافوا الحالة دي دلوقتي انه هم يساعدوا محمد على ان هو يقدر ان هو ان احنا نعرف ايه المشكلة اللي عنده بالظبط، ايه العملية اللي عنده بالظبط، وبعد كده ان شاء الله ان احنا نمشي في اجراءاتها وان احنا نعالجه. فاحنا محتاجين ان الناس كلها تبص لهذه الحالات الانسانية، وتخيل يعني ربنا يعافينا جميعا يا رب. تخيل لو انت قاعد عاجز، ما انتش قادر ان انت قادر تروح شغلك، ولا قادر تخرج من البيت، ولا قادر تجيب حاجة لبيتك، تخيل هيبقى وضعك شكله ايه. تخيل ربنا يعافيكم ويعافينا جميعا لو المشكلة دي عند حد من اولادك او عند حد من اخواتك او كده، ايه هيكون شعورك، وايه هيكون وضعك، وايه اللي هيكون نفسك ان انت تقدمه للحاله ديت. يعني زي ما احنا قلنا قبل كده ان
الصدقة دي ربنا يعني بيعافي الإنسان من خلالها وبيجعل هذا الإنسان يعني 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 يتقدم في حياته زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فاللي بيعطي شيء ربنا بييسر له أشياء تانية كتير قوي 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 قوي. ويعني يقال إن من حسنات الحسنة إنها بتيسر للإنسان في أمره وبتبارك له في نفسه وولده وزوجه وماله. ف يعني فعلا الصدقة دي بتكون هي طهارة زي ما الله سبحانه وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. فهي فعلا بتجعل المال طاهر، بتجعل حياتنا كلها حياة أفضل، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. فالإنسان لما بينفق الخير ده بينفقه لنفسه قبل أن ينفقه للآخرين. فاحنا عايزين جميعا احنا نتعلم معنى التكافل الاجتماعي، وياريت كل واحد مننا ما يقولش أنا غيري هيعمل أو غيري هيعمل. لا، لابد أن كل واحد مننا يبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ده مبدأ إسلامي عظيم جدا جدا، أن الإنسان لازم يبدأ بنفسه وما يتوكلش على الآخرين، ولكن يتوكل على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب اللي تنجيه في الدنيا والآخرة. والنفقة من أفضل الأشياء اللي ممكن الإنسان يعني يأخذها كطريق ينجو به في الدنيا والآخرة، ويصل بها وتصل به الصدقة إلى الجنة إن شاء الله تعالى. وإحنا جميعا يعني نعرف قصة التلاتة اللي دخلوا زي كهف، ففي صخرة سدت عليهم باب هذا الكهف أو هذا الغار، فكل واحد منهم قعد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. دي الآية. فإحنا بنوضح برضو في القصة اللي قصة التلاتة اللي دخلوا كهف، فالكهف ده اتسد بابه عليهم بحجر، فكل واحد قاعد يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات التي عملها، فكانت بتنفرج الصخرة جزء جزء لحد ما ربنا نجاهم من هذا المأزق اللي هم كانوا فيه بسبب الطاعات اللي كانوا بيعملوها لله عز وجل. فاحنا عايزين نكون من أهل الخير ومن أهل البر ومن أهل التقوى، ونساعد هؤلاء المحتاجين، لأن ده إن شاء الله بإذن الله هيكون سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. دي كانت حالة محمد زي ما حضراتكم شفتوها. زين نفكركم بها تاني، حالة محمد اللي هي كان محتاج عملية زرع فقرات، ومحتاج عملية في المسالك البولية، ومحتاج أدوية وعلاج طبيعي، ووالده راجل فلاح بسيط بيشتغل يعني أيام بيشتغل وأيام ما بيقدرش يشتغل لأن ما بيبقاش فيه شغل، وهو عنده 4 بنات، فحالته طبعا حالته صعبة جدا ومحتاج مساعدتكم جميعا. أما الحالة الثالثة اللي معنا النهاردة فهي حالة الواحد محتاج عنده مشكلة جامدة في عينيه، ومحتاج برضو ان انتم تساعدوه في علاج عينيه. هنشوف الحالة الثالثة او الفقرة الثالثة اللي معنا النهاردة ونرجع لحضراتكم تاني ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، احمد ربنا نشكر فضل الله. احنا من 2008 في اخر 2008 نزل علي كارت على المخ على جنب اليمين ده، والحمد لله ثبت اثر بسيط، لسنه كان تقيل ورجلي ودراع اليمين تقلت سن، بس الحمد لله يعني خف دلوقتي بدرجه كده، يعني مش عارف افهمك ازاي، بس يعني خف السنه بسيطه يعني. وجيت عمليه نظره دي كشفت حوالي من بتاع 3 سنين بالظبط، نيت رحت في شمسان دكتور ابويا بن سويف وادتني علاج، ادتني علاج بدل ما احطها في عيني اللي وجعني حطيت في عيني الاثنين، فاصبح عيني الشمال دي كانت وجعني، فاصبح اليمين يعني سحب نظر من بعضهم يعني. ف يعني انت عينيك الشمال بس اللي كانت تعباك في الاول؟ ايوه. فالدكتور ابويا دي كتبت لي على قطر، فطبعا القطر دي جبت انا بقى حطيت في عيني الاثنين، فهي راحت بقى مرات لعيادة الكشف،
وقلت له انت عطف عينك اليمين، قلت له انت بالشمال هتسعى منه من يمين النظر. يعني ان القطره دي ضرت عينك اليمين. ايوه المفروض تحطها في عينك الشمال. كنت المفروض احطها في عينك الشمال بس. فقلت له الحمد لله على كده. فبيني وبينك تعبت بقى من دكاتره في كشف في مصر وهنا، يعني دي اللي ده تحرمت 4 سنين دايخ على الدكاتره في مصر والدكاتره هنا. ورحت مستشفى الجامعه دي 50 مره، والمستشفى الرمل برضه كتير، ودكاتره بني سويف اسمه دكتور اسمه دكتور عبد الرحمن، ودكتور اسمه دكتور اشرف، ودكتور مش عارف مش فاكر اسمه، ودكتور نبويه، ودكتور سحر. رحت الدكاتره كتير. فراحت اخر ما زيت بقى من زيت من دكاتره، رحت قلت اتابع مستشفى الجامعه وخلاص. وحاليا دلوقتي لحد الان بتابع مستشفى الجامعه. طيب انا عايز اعرفه منك دلوقتي، يعني انت في النهايه بعد كل يعني الكشف والعلاجات اللي انت خدتها ديت، ايه اللي انت وصلت له في النهايه؟ ايه اللي عينيك محتاجاه في النهايه؟ محتاج عمليه بس. قالوا لي عينك الشمال دي فصلت خلاص شبكه كله. يعني عينك الشمال دي قال لي الشمال فصلت شبكيه. لكن عينك اليمين عينك بقى بيقول لي فعمل بس ضعيف، يعني عملها ضعيف يعني النجاح. طيب يعني انا عايزك انت تقول للناس دلوقتي ايه اللي انت محتاجه، يعني وضح للناس دلوقتي ايه اللي انت محتاجه بالظبط. هل انت لسه بتاخد ادويه مثلا للضغط اللي جات لك مثلا؟ باخد علاج معايا وقت علاج وريا. علاج بجيبه عشان الجلطه والحاجات دي. لا مش عشان الجلطه، عشان حكايه المناعة اللي عندي. انت عندك ضعف مناعه. ايوه. فهو دكتور احمد الله يمسيه بالخير بيكتب لي على العلاج كل شهر كده بجيبه. طيب وبالنسبه لعينيك بتاخد ادويه ليها ولا ما بتاخدش؟ لا هم قالوا لي وقف العلاج دلوقتي حاليا لحد ما تشوفها، لحد ما تعمل العمليات المطلوبه منك. يعني انت دلوقتي بتناشد الناس في مصر وبره مصر ان هم يساعدوك في انك تعمل عمليه في عينيك. عينك الشمال فاصله شبكيه، وعينك اليمين برضو محتاجه ايه عمليه. ان شاء الله يعني. بس انت مش عارف نوعيه العمليه اللي انت محتاجها في عينك اليمين؟ لا ما اعرفش بصراحه. وكل اللي انا اعرفه انه بيقول لي يركب لك عدسه. وكل اللي انا اعرفه هيركب لك عدسه ميه بيضاء، يعني هيغير لك العدسه بتاع عينيك. طيب ماشي. طيب انت محتاج اي حاجه ثانيه غير موضوع الادويه اللي انت بتاخدها والعمليات اللي في عينيك؟ الحمد لله نحمد ربنا نشكر فضل الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم شفتم في هذا التقرير، الحالة ديت كان عندها جلطة في المخ. الجلطة في المخ ديت أثرت شوية على الكلام وأثرت على الحركة، وبعد كده بقى كويس الحمد لله رب العالمين. بس هي كان لها تأثير أكبر على العين الشمال. لما راح كشف ادوله علاج، فهو بدل ما يحط في عينه الشمال بس حط في عينه الشمال واليمين، فتعب العين اليمين رخرة. وبعد كده بقى كشف كتير قوي، راح 50 مره مستشفى الجامعه، وراح اكتر المستشفيات التانيه العاديه العام، وراح لدكاتره. المهم الدكاتره في النهايه يعني قالوا له ان لازم يتعمل عمليه في العين اليمين والعين الشمال. العين الشمال قالوا انها فاصله شبكيه فمحتاجه عمليه صعبه شويه وفيها مشاكل تانيه، والعين اليمين واضح انها فيها عمليه. احنا استشفينا من كلامه انها ممكن تكون عمليه ميه بيضاء، لكن احنا مش متاكدين بالظبط لان هو مش عارف حتى نوع العمليه. وزي ما انتم شايفين هو شاب بسيط جدا، يعني حتى مش قادر ان هو يوصف ايه المشاكل اللي عنده بالظبط او ايه اللي هو محتاجه بالظبط. فهو انسان بسيط جدا جدا، والحاله ديت موجوده في بني سويف. فهو زي ما حضراتكم شفتم، هو على فكره حاليا هو كان شايفنا، احنا كنا جنبه يعني، احنا كنا قدامه قوي، مفيش متر بيننا وبينه، لكن هو كان مش قادر يعني يعرف ملامح وشنا. فمساله ان هو مش قادر حتى يعني ان هو يشوف بشكل كويس، ان هو يعني يشتغل، او ان هو يعني يجيب يعني اي مصدر يسترزق منه، لان مساله الرؤيه طبعا مأثره عليه جامد جدا جدا. فمش قادر ان هو يعمل اي حاجه، وما عندوش اي امكانيات حتى ان هو يعني يعمل مشروع صغير او يعمل حاجه او كده ان هو يسترزق منها. فهو حاليا ما فيش شغل، ما بيقدرش ان هو يشتغل بسبب عينيه، وفي نفس الوقت مش قادر ان هو يعالجها او يعمل في عينيه العمليات اللي مطلوبه ليها. فالشاب ده احنا يعني بصراحة نفسنا ان احنا فعلا نقدر ان احنا نقدم له حاجة، نقدر ان احنا نعمل له حاجة. فبنتمنى من كل اللي شاف الحالة ديت النهاردة ان هو يساعدها، ويساعد برضو حالة محمد اللي كانت قبل منه. احنا في الحلقة زي ما حضراتكم شفتم
عرضنا لحضراتكم ثلاث نماذج. النموذج الاولاني كان تعبان والحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، ثم بفضل تبرعاتكم قدر ان هو ان احنا نساعده، وقدر ان هو يكون في تحسن في حالته، والتحسن ده هو خلاه ان هو يعني ايه اهله يبقوا مبسوطين جدا جدا، وبقوا يدعم لكل واحد اتبرع لهم ولو بجنيه واحد، لان صدقني الجنيه ده ممكن يفرق كتير قوي 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 قوي، لان احنا تعدادنا كبير قوي، احنا تعدادنا في مصر بس حوالي 85 مليون، فلو كل واحد اتبرع بجنيه شوف ايه اللي احنا نقدر نعمله، قد ايه حالات نقدر ان احنا نعالجها ونساعد في علاجها. واحنا بنقدم لكم في الحقيقه نماذج بس، لكن في حالات كتير قوي من النوعيه ديت حالات بنقدر ان احنا نساعدها بدون ان احنا ما نقدمها للناس، وفي حالات ثانيه بنبقى محتاجين الناس تشاركنا فيها وتساعدنا فيها عشان هم كمان يعني يكون لهم ثواب ويشاركهم في الثواب اللي يعني اللي هنحصل عليه. فاحنا محتاجين من الجميع ان هو يتعاون. زي ما قلت لحضراتكم احنا قدمنا النهارده ثلاث حالات. الحاله الاولانيه الحمد لله قدرنا ان احنا نساعدها ونحن نعالجها ومستمرين في علاجها. الحاله الثانيه لسه محتاجه عمليتين، عمليه زرع فقرات وعمليه في المسالك البوليه وادويه وعلاج طبيعي. الحاله الثالثه زي ما حضراتكم شفتوها محتاجه عمليات في عينيه. بنتمنى من الجميع ان هو يساعدنا في ان احنا نقدم لهم اللي هم محتاجينه، والصدقه يعني زي ما بيقال دائما يعني ايه ان صدقه كما جاء في الحديث القدسي صدقه السر تطفي غضب الرب، وان يعني ايه الصدقة بتقي من مصارع السوء. فاحنا محتاجين ان احنا نتعاون جميعا في هذا الامر، وبنتمنى من الله عز وجل ان هو ينفعنا بالصدقات ديت وانها تكون خالصة لوجهه تعالى. ويعني ياريت كل واحد سمع الحلقة النهاردة ان هو يحكيها لحد حواليه، يحكيها لجاره او يحكيها لاخوه او يحكيها للناس القريبين منه، ويقول لهم والله انا شفت حالة وضعها كذا كذا كذا، فياريت ان انتوا تحاولوا ان انتوا تساعدوا. طبعا المساعدة بتكون عن طريق حساب جمعية الضياء في بنك مصر، طبعا عشان احنا عندنا حالات متعددة وعندنا بناء مساجد وعندنا رعاية ايتام وعندنا انشطة متعددة، فاللي هيتبرع لحالة معينة وعايز يخصص المبلغ ده لحالة معينة بيتصل بينا بعد ما بيحط الايداع في البنك، بيتصل بينا ويقول لنا انا عايز اخصص المبلغ ده للحالة الفلانية، او عن طريق الاتصال التليفوني بالهاتف اللي ظاهر قدام حضراتكم على الشاشة اللي هو 051-30939. بنتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله تعالى نقدر ان احنا نقدم حاجه لهذه الحالات اللي محتاجه، وان احنا نساهم جميعا في ان يكون في تكافل اجتماعي ما بيننا ويكون في موده ورحمه بين المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فاحنا محتاجين ان احنا نتعاون ونتكاتف في هذا الامر، وان شاء الله سبحانه وتعالى تكون هذه يعني الاعانات وهذه التبرعات ذخرا لك يوم القيامة. وزي ما احنا بنقرر تاني اللي مش هيقدر يساعد بنفسه ياريت ان هو يقدر يكلم غيره عشان غيره ده يقدر يساعد، والكلمة الطيبة صدقة. فإحنا بنتمنى إن شاء الله بإذن الله أن احنا نتعاون في هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. وفي نهاية هذه الحلقة بنرجو من الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا إلى طريق الحق والخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعيش في النور الرباني ونعيش في